أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية نستهلها بالعناوين. في بيان للديوان الملكي خادم الحرمين الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية أمير منطقة الرياض يكرم 61 فائزا في جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع ولضمان استدامه الدعم للاجئين الفلسطينيين المملكه ترحب بنتائج تقرير اللجنه المستقله لاداء الونروه وتجدد التاكيد على اهميه التزام المانحين بكم صدر عن الديوان الملكي بيان أعلن فيه مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سعود حفظه الله مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد أن استكمل حفظه الله الفحوصات الروتينية حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سعود حفظه الله على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً رعى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز امير منطقه الرياض مساء اليوم حفله تكريم الفائزين بجائزه سموه للتميز والابداع في دورتها الثانيه البالغ عددهم 61 فائزا وفائزه في منطقه الرياض وذلك بجامعه الامير سلطان. بعد ذلك دشن سمو أمير منطقة الرياضة دورة الثالثة من الجائزة وكرم الفائزين بجائزة سموه كما تفضل سموه بتكريم الجهات الداعمة وأعضاء اللجنة والتقطت بعدها الصور التذكارية تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز شهادة اعتماد مدينة تبوك مدينة صحية بعد استيفائها معايير منظمة الصحة العالمية وذلك نظير اجتيازها لثمانين معيارا من معايير منظمة الصحة العالمية حيث تجاوزت مدينة تبوك الصحية التقييم النهائي وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية وذلك لما تميزت به من حدائق وأماكن ممارسة رياضية للمشي وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية تجمع هذا له تأثير كبير على الخدمات الصحية ومثل ما نعلم كلنا عن أساس ما يطمح له خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد هو صحة المواطن وأمنه وهذه الحمد لله متحققة وهي تحقق أزود وإن شاء الله ستشاهدون تبوك في المستقبل القريب على مستوى أفضل بكثير مما هي فيه الآن وهي الحمد لله الآن مميزة في خدماتها الصحية دشنا أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف توسعة وتطوير مطار الأحساء الدولي ويستهدف مشروع توسعة وتطوير مطار الأحساء المساهمة في تحقيق استراتيجية المملكة عبر تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث والوصول إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوي من أكثر من 250 وجهة في العالم، علاوة على رفع الطاقة الاستيعابية للشحن بحلول 2030 افتتح في الرص مشروع مطار غرب القصيم والذي يعد نقلة نوعية متميزة في مجال الطيران بمكوناته ومرافقه المختلفة ويقع مشروع مطار غرب القصيم بالرص على مساحة تقدر ب عشر مليون و ألف متر مربع بمدرج تبلغ مساحته 2 مليون و وثلاثين ألف متر مربع وبقدرة توسعية مستقبلية بنحو 35% في من حجمه الحالي اختتمت أعمال وفعاليات منتدى العمرة والزيارة بعد أن تضمن ست جلسات حوارية وعشرين ورشة عمل تغطي ستة محاور رئيسة بالإضافة إلى ثمانية عشر محتوى فرعي بمشاركة تسعة وعشرين متحدثا من الخبراء والمتخصصين وكان المنتدى المقام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينه المنوره قد شهد مشاركه اكثر من مئات جناح لاستعراض خدمات شركات السياحه والسفر ووكالات العمره اضافه الى المؤسسات الاكاديميه والبحثيه والمنشات الصغيره والمتوسطه ومطور الخدمات أقرت النيابة العامة إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ويهدف المركز إلى توفير الحماية من أي تهديد أو خطر قد ينالهم بكل أو بعض أنواع الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية وكل ما يدل على هويته، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، كما اشتمل النظام على عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال افتتح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أعمال المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي اليوم في الرياض وذلك على هامش مؤتمر صندوق النقد الدولي للسياسات الصناعية لتعزيز التنوع الاقتصادي ويستهدف المنتدى مساعدة دول المنطقة على اتخاذ سياسات اقتصادية ملائمة ومستدامه اضافه الى معالجه التحديات الاقتصاديه التي تواجهها. شهدت العاصمه الرياض اقامه منتدى الاداره المحليه الذي ينظمه مركز الاداره المحليه بجامعه الامير سلطان للمره الاولى على مستوى المملكه بمشاركه اهم الخبراء والممارسين المحليين والدوليين المختصين بالاداره المحليه والتنميه الحضريه. حيث شهد المنتدى عددا من المحاضرات والجلسات الحواريه حول دور الاداره المحليه في تمكين الجهات من التغلب على التحديات التنمويه كما ناقش المنتدى الابتكار والتعاون في بناء مستقبل المجتمع المحلي والشراكه المجتمعيه شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وسفير أسبانيا لدى المملكة خورخي إيبيا توقيع الشركة الوطنية للإسكان اتفاقية لإنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان بقيمة تقارب مليار ريال مع شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية بهدف توفير خيارات سكنية مبتكرة ونموذجية على مساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية في المملكة بنسبة 4.4% خلال فبراير الماضي على أساس سنوي إلى أكثر من 21 مليار ريال. بحسب بيانات الإحصاء فقد تراجع فائض الميزان التجاري للمملكة بنسبة 21% إلى نحو 31.9 مليار ريال، وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 2% خلال فبراير الماضي إلى نحو 95 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 12.3% لتبلغ أكثر من 63 مليار ريال خلال نفس الفترة كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات إلى أكثر من 166 مليار ريال خلال عام 2023 وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الستة أعوام الماضية وذلك خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية الذي قدم عرضاً عن أداء القطاع أبرز من خلاله مدى نموه وازدهاره حيث تشغل المملكة المركز الثاني بل تشغل المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة بشان أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا التابعة للأمم المتحدة الذي يؤكد الدور الرئيسي للوكالة في دعم الجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني وجددت الخارجية تأكيد المملكة على أهمية التزام الدول المانحة لوكالة الأنوروا لضمان استدامة وفعالية كافة أشكال الدعم للاجئين من الشعب الفلسطيني بما يحق يخفف من حجم المعاناه التي يعانيها خاصه في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للقوانين الدوليه. ميدانيا قتل عدد من الفلسطينيين اليوم في سلسله غارات اسرائيليه استهدفت منازل سكنيه وتجمعات للفلسطينيين في قطاع غزه وافادت وزاره الصحه الفلسطينيه بمقتل سته فلسطينيين في غاره اسرائيليه استهدفت مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع كما قتل فلسطيني في غارة اسرائيلية استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف للمناطق الشرقية من مدينة رفح جنوبي القطاع وثقت هيئة شؤون الأسرة الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية لأكثر من ثمانية ألاف واربعمائة وخمسة واربعين فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي وأوضحت الهيئة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في القدس ورام الله وجنين ونابلس، وأن حملة الاعتقالات ترافق معها عمليات تخريب وتدمير للممتلكات الفلسطينية والاعتداء عليهم. استقبل وزير الدوله للشؤون الخارجيه عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير في ديوان الوزاره بالرياض، اليوم سفير جمهوريه البوسنه والهرسك لدى المملكه، وجرى خلال الاستقبال بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما بحث وزير الدوله للشؤون الخارجيه عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير في ديوار الوزاره بالرياض مع وفد من كبار مستشاري ومساعدي اعضاء الكونغرس الامريكي حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين ومناقشه القضايا الاقليميه والدوليه ومستجداتها عقد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن مؤتمرا صحفيا في الرياض فالندى من خلاله المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عددا من الادعاءات الموجهة لدول التحالف يواصل المنتخب الوطني تحت 23 عاما تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد تدريباته على ملعب جامعة قطر اثنين استعدادا لمواجهة منتخب أوزباكستان الجمعة المقبلة في ربع نهائي منافسات بطولة كأس آسيا المقامة في قطر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 تستضيف قرية مغيرة للرياضيات للرياضات التراثية وعلى مدى أربعة أيام منافسات النسخة الثانية من بطولة كاس العلا للهجن التي تنظمها الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للهجن بمشاركة نخبة من نجوم رياضة الهجن من مختلف دول العالم تتضمن النسخة الثانية من البطولة جوائز قيمة ترفع مستوى المنافسة وتقدم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية وبهذا نصل بحضراتكم الى نهايه هذه النشره ختما لها اليكم العناوين. في بيان للديوان الملكي خادم الحرمين الشريفين يغادر مطار مستشفى الملك فيصل التخصصي في جده بعد ان استكمل الفحوصات الروتينيه. امير الرياض يرعى حفله تكريم الفائزين بجائزه الامير فيصل بن بندر للتميز والابداع في دورتها الثانيه. ولضمان استدامه الدعم للاجئين الفلسطينيين، المملكه ترحب بنتائج تقرير اللجنه المستقله لاداء الانوروا، وتجدد التاكيد على اهميه التزام المانحين. شكرا لكم على طيب المتابعه نلقاكم على خير وفي امان الله.